سيدي انا كنت كاريه لواحد السيد واحد المقدونيه كان عطاها ليا سيدنا. هذاك السيد دوزت عنده 4 سنين ودوزها لواحد الاخر. المهم انا تتفاجات بلي دوزها للسيد الاخر. جاو لعندي قالوا لي راه دوزت المقدونيه لواحد السيد. قلت لي انا ما عندكش الحق تدوزها. قال لي صافي دابا اللي عطى الله عطاه، سنيتي لي ولا ما سنيتيليش انا دوزتها ليه. اضطريت انني نسنيها له، قلت ليه شوف مده 4 سنين غتردها لي لانني انا محتاجين ليها اولادي حيت باقي صغار ملي غيكبروا محتاجين ليها وانا محتاجه ليها. وعدني هذا السيد عسكري، وعدني على اساس انه غتكمل 4 سنين وغيرد ليا المقدونيه. السيد فاش دازت 4 سنين جا بغيت نفسخ معاه العقده اللي عندي معاه، ورغم انني فيها الشروط كامله جا كيرغبني، كيرغبني هو والزوجه ديالو كيرغبوني لدرجه ان باسوا ليا جدي باش نزيد معاهم عامين. زدت معاهم ديك عامين قبل ما تسالي عامين 3 شهور صيفطت لهم انايا الانذار. قلت لهم الله يجزيك بخير راه سالات الوقت ديال العقده، راه خصك ترد ليا الدنيا. اش قال لي هو باش جاوبني؟ قال لي جري طوالك انتيا برجليك وانا عندي فلوسي. قلت له واش انا هذا الشيء اللي تعاملتي معايا به؟ قال لي اه. فانا دعوه للمحكمه بقينا على داك الشيء. هو من الوقت اللي خدا كريت له انا في ديك 2013 ولا ما عرفت 2002 كريت ليه الاخر، ما عرفتش انا فوقاش دوزها له، ما عقلتش بالضبط، كلشي عندي في الوراق. الوقت اللي سالات العقده ما بغاش يردها، درت محامي الاول، محامي الثاني، هدف الثالث هنايا، حكمت ليا بصالحي لا الاول ولا الثاني ولا الثالث، عندي حكم نهائي. وصلنا للمحكمه والضريبه ما تيخلصهاش من 2011، ما كيخلصش الضريبه. كل مره كيعيطوا لي كيقول لي هاد السيد ما كيخلصش الضريبه. انا كنوجه لهذا الشيء للرأي العام وكنرد وكنجاوب المظاهره اللي داير لهاد الناس هادو ولهاد الرجال هادو اللي كيقولوا هما رجال وما عارفينش الحقيقه وكينوضوا كيحكموا على السيده اللي هي ضريره وبغاو يضيعوها في حقها. هاد السيد هذا عندي عليه حكم نهائي. والكريمه اللي هي الدنيا محتاجين فيها اولادي ومحتاجه فيها انا. وهذا السيد انسان عسكري تيقول لك هو سائق مهني، لا هو عسكري وعنده تقاعد، عنده طوموبيلته وعنده دارو وعنده الاملاك ديالو وعنده كل شيء ديالو. انا ساكنه في دار الوهراته ما عندي حتى حاجه، عندي ولادي 3 ولادي محتاجين لهاد الدنيا هادي. مشيت طلبت ورغبت على اساس انني نسمح لي في الغرامه اللي تجمعت عليه زياده على 62000 درهم. والسيد قلت له نعطي نتنازلك على كل شيء غير عطيني المقدونيه ديالي. قال لي لا جري طوالك انا راه الفلوس غيفوتوني لهيه، ما عندك ما تصوري معايا. قال لي اللي بغيتي ديري، ما تصوري من مورايا حتى حاجه. وليت انا كنخرج فين ما مشيت كنت كنتهدد من طرف دوك النقابه ديالو، هو اللي باين في مظاهره ووحدين اخرين ما تنعرفش الاسماء ديالهم، كل مره يخرج لي واحد يهددني. وليت كنخاف على راسي تنخرج انا وولادي، وليت كنخاف على راسي لدرجه انني وليت كنفكر شنو غادي ندير مع هذا السيد. مشيت تعرضت للحق تاع السيره ديالي اللي هي ديالي في الاسم ديالي في العقده، وديتها انا وولادي ديتها ومشيت ديكلاريت باللي السياره راه عندي. لقيت هو سابقني بشكايه باللي ديت له السياره اللي هي في الاسم ديالي. ديتها ومشيت علمت وكيل المالك وعلمت كلشي كلشي بعلمه. وتقدمنا شحال مره، شي 3 مرات باش تقدمنا. ووعدني وعدني وعدوني بلي غادي يرجعوا لي الرخص داك المقدونيه ديالي وانا باقي كنصايم. درت الشكايات درتهم في الرباط، شكايات ما خليت من ما درتهم، راه عندي الجواب الا بغيتوا تشوفوها ولا بغاو اللي بغى يشوفها واللي بغى يشوفها وتاكد راه نوريها لي. تقدر تشوفوا نتوما ها هو الحكم النهائي عندي ها هو هنا، تقدر تشوفوه، تقدر تشوفوا الرسائل اللي دايره والشكايات اللي دايره وما عندي. تقدر تشوفوا رساله جاتني من وزاره الداخليه بلي كيقولوا لها تمشي للعماله، راه حنا صيفطنا للعماله. انا هذا السيد ولا كيهددني بفلوسه، ولا كيهددني بالنفوذ ديالو، ولا كيهددني بالناس اللي كيعرفوا النقابه. انا كنعرف النقابه خصها تكون شريفه، ماشي تكون في الضد ديال الانسان اللي هو مضارير وهو عنده المشكل. انا ما عنديش اللي غيوقف معايا في هذا الشيء هذا، انا ولادي ما قادينش على هذا الشيء اللي قاد عليه هو وصل هذا الشيء. انا كنطلب من المسؤولين وكنطلب من صاحب الجلاله اللي عطاها لي سيدنا اللي عطاها لي، وكنطلب من المسؤولين يوصلهم هذا الشيء، يعطوني حقي كمواطنه. انا ما كنطالب حتى بحاجه من هذا السيد، كنطالب منهم
يعطوني حقي كمواطنة. أنا حقا درت غلط واحد، غلط واحد اللي كريتها ليه، لأنني ما كانش عندي الجد. ما هي ما خصنيش نكريها أصلا، ما كانش عندي الجد، ولكن أنا غلطت وخلصت الخطأ ديالي. وكنتمنى وكنطلب نعاود نقولها من المسؤولين ومن الناس اللي بغاو يوقفوا معايا حتى نرجع المأذونية ديالي، لأنني عندي الحكم النهائي وعندي التنفيذ هو كيدير محاضر الامتناع، وعندي كل مطلب شي واحد شي حاجة يشوفها يجي عندي يشوفها. أنا ماشي عارفة من شي حاجة ولا سميتو. أنا هاد السيد هاد الناس هادو اللي كيديروا أنهم كيديروا مظاهرة ضدي وكيقولوا شي حاجة اللي هي كذوب، شي حاجة اللي هي كذوب. أنا كل واحد كيحط عليا الكذوب راه ثابتة عليه كذب. راه هادو ماشي رجال اللي كيكذبوا، يقولوا الصراحة. إذا كانوا كيعرفوا الصراحة يقولوا الصراحة وعرفوا الحقيقة غادي يمشيو يديروا مظاهرات. أنا عندي حكم ديالي النهائي، عندي أحكام ديالي النهائية، وعندي كل ورقة كيطلبوها، وعندي شكايات للرباط، وعندي كل شيء، وعندي التقديم ديالي، وعندي جلسة ب 15 مع قاضي التحقيق. تقدر تكون الجلسة الأخيرة، تقدر تكون. أما السيارة راه السيارة ديالي، أنا ما كنسرق حتى السيارة، وما كان عنده حتى حاجة بديك السيارة، كانت خاوية وعندي الشهود. السيارة تاكسي 701. هو كيفاش وقع؟ أنا فاش وقفت معاه ماشي سرقتها الأول، غير شافني وخاف نحيدوا له الوراق، غير شافني وهرب. هرب وخلى السيارة. خلى السيارة وهرب. ما بقاش فكر كاع حتى شي حاجة، ومشى عند البوليس وما جاوش مع البوليس لأن عرفوها السيارة ديالي. اضطريت أنني ندي السيارة ديالي، ما يمكنش نخليها تما. السيارة أنت عندك؟ عندي السيارة ديالي، عندي ومصرحة بها عند البوليس ومصرحة عند كل شيء. والسيارة ديالي هذيك وفي العقدة ديالي، تقدر تقرا العقدة راه كاينة تما، تقدر تصورها، تقدر كل شيء. راه كلشي الوثائق عندي تما. كنطالب من سيدنا وكنطالب من الشرطه وكنطالب من كلشي يعطوني حقي، يرجعوا لي الدنيا ديالي، لان محكوم عليه 10 شهور حبس النافذه وشدوه قدامي وصلوه حتى للكوميساريه. دوزت 3 ايام ولقيت السيد خارج، ما عرفتش منين هضرت المسؤول اللي هضرت معاه كيقول لي راه ما عرفناش كيفاش دار. ما يمكنش. واحد النقطة نسيتها، هذا السيد أنا لا الأول ولا الثاني، كريت لا الأول ولا الثاني بالحلاوة. أنا أصلا ما كنتش عمري ما فكرت نكري بالحلاوة، لأنني كانت فكرة في راسي غنرجع المأذونية ديالي لأنني غنحتاج ليها ويحتاجوا ليها أولادي. هذا في علم الجامعة. وهنايا كنقول لكم راه الإنسان ما عمرو يحكم في الغيب. أنا كنوجه النداء ديالي للناس المسؤولين، راه هاد المظاهرات اللي كيديروا في على ضدي أنا، وهاد الناس اللي هما كلهم كيوقفوا معاه راه كيوقفوا في الخطأ وما عارفينش الحقيقة، وكنتمنى يعرفوا الحقيقة.